السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات أحداث وأصداء التي نخصصها لقراءة مشهد الأزمة الخليجية وآخر التطورات في هذا الملف. فقد سلم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أثناء لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في العاصمة الكويتية رد بلاده على مطالب دول الحصار، وتحمل الرسالة رد دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية الموجهة من دول الحصار عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الدول التي تحاصر قطر مصر السعودية والإمارات والبحرين عن تمديد مهلة الرد على مطالبها لمدة 48 ساعة استجابة لطلب أمير دولة الكويت. وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها ستدرس رد قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت في اجتماع بالقاهرة بعد غد الأربعاء وستقوم بالرد عليه، كما سيجري بحث الخطوات المقبلة إزاء الأزمة الخارجية كما جاء في البيان. وكان وزير الخارجية القطري قال من قبل إن جميع مطالب دول الحصار قدمت لكي ترفض، وشدد على أن بلاده مستعدة للحوار ولكنها لن تقبل بانتهاك سيادتها. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي في روما أن المطالب 13 لدول الحصار تنتهي كل القانون الدولي، وأن مقدميها لم يريدوا أصلا تنفيذها لأنهم لم يقدموا أي أدلة تدعم إدعاءاتهم، معتبرا أن الغرض منها هو انتهاك سيادة قطر وفرض الوصاية عليها والحصول منها على تعويضات وإنهاء حرية التعبير في المنطقة. وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد قدمت لقطر يوم 22 من يونيو حزيران الماضي عبر دولة الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، من بينها إغلاق قناة الجزيرة، ومهلتها 10 أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب ليست واقعية وليست متوازنة وتفتقد للمنطق فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ. هذا القول قالته حينها في هذاك الوقت. إذن تطورات كثيرة، كثير من التعليقات، الكثير من المواقف الدولية أيضا والإقليمية في هذا الملف نناقشها في هذه الحلقة مع مجموعة من المحللين والخبراء. وأبدأ بضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ محمد أبو العينين. إذن قطر تقدم الكويت الرد في نفس الوقت، وقبله قليل نسمع عن مهلة لـ 48 ساعة اجتماع بالقاهرة يوم الأربعاء، وبموازاة ذلك حرب إعلامية من دول الحصار على قطر. أي مرحلة نحن فيها الآن؟ هي يمكن أن نقول عنها أنها مرحلة الترقب التي تعقب مرحلة الانتظار للرد الذي يأتي من قطر. أعتقد أن الدول التي فرضت هذه الشروط كانت تعلم جيدا أن هذه الشروط كما قيل على لسان وزارة الخارجية القطرية هي مطالب يعني تحمل في طياتها أسباب رفضها وعدم قبولها، لأنها في النهاية تمثل نوع من يعني الضغط الشديد على الإدارة القطرية ومحاولة تغيير مسار السياسة القطرية بشكل عام. وأعتقد أن هذه الدول كانت تدرك أنه سيكون هناك رفض قطري. أعتقد أيضا إلى حد ما أن الأزمة ربما يعني آخذة في التصعيد إلى حد ما، وهذا مرجعه في نهاية المطاف إلى الدور الذي يلعبه الوسطاء الدوليين. وبطبيعة الحال لا أتحدث عن الوسيط الإقليمي والمتعلق بدولة الكويت، بل أقصد بشكل محدد الوسيط القادر على بذل قدر من الضغوط على الأطراف أمريكا. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية. هنا يعني سؤال اعتراضي فقط، يعني هل فعلا واشنطن تقوم بوساطة الآن؟ في تقديري لا أعتقد ذلك، لأنه في النهاية أنا قلت الوساطة المأمولة، يعني أنا لا الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد لا تمارس هذا الدور. هناك تخبط شديد في دور الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تخبط داخل الإدارة الأمريكية ما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وما بين البيت الأبيض، وهذا في تقديري راجع إلى أن الإدارة الأمريكية ومنذ الانتخابات وحتى هذه اللحظة لم
تستطيع أن تصيغ سياسة محددة وواضحة المعالم يمكن أن تتعاطى بها مع أزمات من هذا النوع مع حلفاء أو شركاء استراتيجيين كالذين الاتحاد الأوروبي روسيا الصين. لا تبدو المعالم واضحة لهذه السياسة الأمريكية حتى هذه الدول. لا تنسى أنه بالأمس وزارة الخارجية الصينية قالت بأنها تستشعر بأن العلاقات ما بين الطرفين يسودها قدر كبير من التخبط، ربما لا تستطيع أن تقول أنها منزعجة من التحركات الأمريكية في الجزر المتنازع عليها. وبالتالي أعتقد أن هناك تخبط كثيرا في الإدارة الأمريكية. هذا التخبط ربما أثر كثيرا على مسار هذه الأزمة. هذا بالإضافة إلى أنه في النهاية لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية كما قلت لك لديها تصور. الحاكم الرئيسي للبيت الأبيض الآن هو رغبة السيد دونالد ترامب في ابتزاز كافة الأطراف للحصول على مكاسب. وزير الخارجية القطري قال من الأول يعني وردد وكل الإعلام القطري الآن كل المحللين اتفقوا معه في هذه النقطة أنه المطالب شكلها ومضمون المطالب يظهر منه أنه تعجيزية يعني غير قابلة للتنفيذ. هل تعتقد كما ذهب البعض أنه هناك خطة لما بعد هذه المطالب؟ أعتقد أما هناك التخبط مثل ما تحكي. أعتقد أنه التخبط هو الحاكم، لا توجد خطة واضحة. الحديث ربما البعض أو بعض المحللين يرون أن هناك مساحة لتحرك عسكري ما أو محاولة تغيير أوضاع باستخدام القوة. أنا لا أميل إلى هذا الرأي لاعتبارات معينة. الاعتبار الأول هو الوجود العسكري الأمريكي المتمثل في وجود قواعد عسكرية كقاعدة العين لا يسمح فيه بمجازفة عسكرية بطبيعة الحال. ثانيا الجانب الآخر وهو متعلق أيضا بوجود القوات التركية، إضافة إلى أن المصالح الاستراتيجية التي صيغت في قطر خلال 20 سنة الأخرانية وأقصد في ذلك منذ عام 1996 ربطت المصالح القطرية بمصالح عدد كبير من الشركات الكبرى المؤثرة في العالم في تجارة الغاز والنفط، وهذا بطبيعة الحال لها مصالح في استقرار الأوضاع في قطر ولن تسمح بما يعتقد البعض بعد أنه ربما جميل. تكون خطوة لتغيير الأوضاع فيها. جميل، نشرك في هذا النقاش المحامية وناشطة الحقوقية الأستاذة نيفين مالكية معي عبر الهاتف من الدوحة. أستاذة نيفين، يعني قرأت أنه نحن في ليلة الشك، يعني هناك مرحلة انتظار، رد قطري سلم لأمير الكويت مهلة 48 ساعة وإعلان عن اجتماع لدول الحصار بالقاهرة. هل ممكن توصيف لهذه اللحظة لهذه المحطة في هذه الأزمة؟ يعني هو التوصيف انه ما زال دول الحصار هي في النهاية لا تستجيب بالفعل الى يعني التوجه العالمي لاستهجان مثل هذه الاجراءات التي هي في النهاية خارجة عن نطاق العمل الدبلوماسي وخارجة عن نطاق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، لانها تخالف كل هذه المبادئ وبسجاجة. يعني أعتقد أن هناك اتجاه لتصعيد وللتمادي في هذه الإجراءات، وأعتقد أن التصعيد سوف يتضمن بعض الإجراءات الاقتصادية. يعني أنا مع التحليل الذي يعني ينحي جانب المواجهة العسكرية أو محاولة حتى التدخل بالقوة لتغيير النظام، لأن في النهاية يعني قطر تملك الكثير من الأوراق، أوراق القوة. قطر لديها من القوة ولديها من الاستراتيجيات التي قامت ببنائها على مدار سنوات عدة، أكثر من 20 عام هي تبني استراتيجية قومية وأمنية واقتصادية أيضا تجعلها تملك أيضا العديد من الأوراق، وبالتالي ليس في مصلحة أي طرف من الأطراف أن يعني يكون هناك تصعيد عسكري. حتى دول الحصار نفسها ليس من مصلحتها على الإطلاق خوض مثل هذه المغامرة التي هي في النهاية مغامرة فاشلة. نعم، هل هناك يعني نعم، يعني ما زال لحد الآن كل النقاشات يعني
سواء ما نقرأه في الصحافة الغربية أو العربية، النقاشات التي نسمعها من الخبراء والمحللين عبر القنوات، ما زال السؤال المطروح، يعني لماذا هذه الأزمة وما هو الهدف منها في النهاية، يعني غير الأهداف أو المطالب التي أعلنت في تلك الوثيقة الغريبة كما وصفت؟ يعني مجلة الفورس بوليسي الأمريكية هي وصفت الأزمة وقالت إن هذه الدول المحاصرة لقطر بتلقى عليها تهمة دعم الإرهاب، ولكن حقيقة أن ما تريده تلك الدول هو إسكات النقد للجرائم التي تحدث في يعني بعض الأماكن. وأيضا الجارديان قالت أن قطر تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، والجزيرة تحديدا قناة الجزيرة كثرت هيمنة الغرب على الإعلام وكثرت منظومة الرأي الواحد في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية، وبالتالي هناك اتجاه يعني غضب شديد من وجود قناة هي في النهاية تخالف الرأي الواحد أو منظومة الرأي الواحد وتقوم بالنقد للسياسات الخاطئة، كما يعني كما تجد التعاطي المهني من قناة الجزيرة هو في النهاية يغضب في مجمله بعض الأنظمة التي لم تعتاد أبدا على النقد أو على أن يكون هناك وعي للشعوب، وبالتالي تلك الأنظمة هي تريد بالفعل تغييب الشعوب مرة أخرى والعودة إلى ما قبل 2011، ولكن يعني اعتقد انها يعني جانبها الصواب في مثل هذه الاجراءات. وايضا دعنا نشير الى ان هذه الدول هي متورطه في بالفعل عسكريا في اليمن، وهناك ايضا انقسام ما بين هذه الدول، يعني عندما تجد دوله مثل الامارات هي في النهايه تقوم بافعال قد توصف انها افعال عدوان وايضا احتلال، نوع من انواع الاحتلال تمارسه في جنوب اليمن، وهي بالفعل تخالف حتى منظومة يعني العمل الاستراتيجي الواحد، أو يعني واضح. هي في النهاية انقسمت على التحالف وعلى تحالف بعض الشرعية هناك، وهي تقوم بعمل مغاير، وبالتالي هذه الجبهة أيضا جبهة دول الحصار هي جبهة مفككة وليس لها استراتيجية واحدة. وأيضا مصر، يعني مصر لن تعادي إيران، ومصر لن تتورط مع هؤلاء في عمل عسكري، يعني في النهاية هناك مواقف معلومة مسبقا، ولكن سأعود إليك. سأعود إليك أستاذة نيفين، رجاء أن تبقي معي للمحور القادم. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من اسطنبول البرلماني التركي الدكتور آمر الله أوشلر. دكتور آمر الله، ما هو المحدد الذي دفع تركيا إلى أن تتخذ موقف مع قطر وليس مع السعودية والإمارات مثلا، وكلاهما يعني كلا الأطراف الثلاثة حليف مفترض لتركيا وأيضا حليف للولايات المتحدة، الحليف الآخر لتركيا أيضا؟ أولا مساء الخير أستاذ سليم. طبعا موقف تركيا موقف واضح، يعني تركيا دائما تتبنى مواقف إلى جوار المظلوم ومواقف مع الحق. ففي هذه الأزمة في الحقيقة الدولة المظلومة هي دولة قطر، فلذلك نحن وقفنا إلى جوار قطر المظلومة في هذه الأزمة. وبعد ذلك نرى بأن معاقبة قطر في الحقيقة، ماذا هذه الدول تريد معاقبة قطر ولماذا تحاصرها وتقاطعها؟ الجواب على هذا السؤال أن قطر طبعا منذ اندلاع الثورات العربية، يعني الربيع العربي، وقفت إلى جوار مطالب الشعوب المشروعة، الشعوب العربية المشروعة، فلذلك هذه الدول أو محور الثورة المضادة في الحقيقة حاولت أن تعاقب وتسجل تركيا اعتبارا من منتصف سنة 2013 وإلى اليوم.
هناك محاولات ضد تركيا أيضا لإفشال تركيا ومعاقبة تركيا، وفي السنة الماضية في ليلة 15 تموز. نعم دكتور أمين الله، قضية الأسباب التدخل التركي، الحسابات الجيوستراتيجية في العلاقات الدولية، كيف تتموقع تركيا في هذه المنطقة، أسئلة كثيرة طرحت حول هذا الموضوع. ما هي الحسابات المتوقعة يعني؟ وهل الدافع ليس اقتصاديا كما قيل، وأن هناك أنبوب غاز قطري إيراني تركي ربما هو الذي يدفع أيضا تركيا لكي تنحاز إلى قطر وليس إلى معسكر الحصار، مدى صحة هذا الكلام؟ الحقيقة الدول المقاطعة لا تتحرك من الناحية الاقتصادية، يعني الاقتصاد ربما يأتي في المرتبة الثانية والثالثة، لكن لهذه الدول في الحقيقة لهم استراتيجية واحدة، فهذه الاستراتيجية إفشال الربيع العربي، الثورات العربية. الثورات العربية لم تكتمل حتى الآن، لكن هذه المحاولات وهذه التطورات الأخيرة والأزمات، افتعال الأزمات، أنا أرى بأن من شأن هذه افتعال الأزمات أن الثورات العربية ستكتمل في المستقبل أيضا في الأشهر القادمة أو في السنوات القادمة. هذه الدول المعاقبة في الحقيقة مقاطعة لقطر متضررة من الربيع العربي، فلذلك تشكل محور الثورات المضادة. فهم نجحوا في القيام بالانقلاب العسكري في مصر، والآن يريدون أيضا إفشال قطر وأيضا يعني إنهاء مشكلة القطر بالنسبة في نظر طبعا يعتبرون قطر يعني رأس الحربة بالنسبة لهم، فيريدون أن يتخلصوا من هذه الدولة أو الصغيرة إلى جوار دولية، لذلك قاموا بهذه المقاطعة. فأنا استبعد، لكن من المحتمل أيضا أن يكون هناك تدخل عسكري يعتبر في حالة ما إذا حدث. يعني دكتور أمر الله، في حالة ما إذا حدث، هذا أمر مستبعد من كثير من المحللين، لكن إذا حدث على نطاق ضيق يعني كيف يكون الرد التركي المتوقع؟ في الحقيقة أنا لا أستبعد كثيرا. لماذا بطل الملك سلمان زيارته إلى ألمانيا في مجموعة الـ20؟ طبعا هناك قمة مجموعة الـ20 في ألمانيا، والملك سلمان لن يحضر في هذه القمة، فلذلك أعطوا مدة يومين إلى مهلة، المهلة بكرة طبعا ستنتهي. لذلك أنا يعني نص نص، يعني قد يكون هناك تدخل عسكري، ولكن هذا التدخل يعتبر في نظري انتحار، محاولة انتحار كما انتحاروا أيضا في تركيا ليلة 15 تموز. لذلك لو يكون هناك أي تدخل عسكري طبعا سيكون لهذا التدخل العسكري تداعيات خطيرة على المنطقة. فأنا يعني أنصح إخواني الخليجيين أن يعني يتحركوا بالعقل السليم وبالحكمة، لكن مع الأسف إلى الآن هم لم يتبنوا العقل السليم ولم يتحركوا بالحكمة والرشاد، لكن طبعا لسنا مستائين. سؤال أخير يعني دكتور أمير الله، سؤال أخير، هل كان التدخل التركي بهذا الشكل يعني إرسال جنود وتصريحات يعني دبلوماسية قوية إلى جانب قطر، هل كان هذا التدخل لصالح تهدئة المنطقة أم زاد المنطقة والأزمة توترا؟ لا طبعا لتهدئة الأوضاع في المنطقة. في الحقيقة نحن وقعنا على اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وبين قطر قبل 3 سنوات في سنة 2014. بناء على هذا الاتفاق تم إنشاء القاعدة العسكرية هناك، والآن مررنا من البرلمان التركي، يعني البرلمان وافق على هذا الاتفاق كما تعلم في كل البرلمانات على مستوى العالم يصادق على الاتفاقيات الدولية، لذلك في اللحظة في الآونة الأخيرة البرلمان صادق على هذه النص الاتفاقية، فلذلك نحن يعني وجود قوات تركية هناك لتحقيق الأمن في منطقة الخليج، ليس فقط في يعني لأمن قطر بل لكل المنطقة. نحن في الحقيقة نعتقد كتركيا جميع الدول الموجودة وجميع الشعوب الخليجية إخوان لنا، لا توجد لدينا أي أجندة خفية سرية ضدهم،
نعتبرهم إخواننا، فنريد تأسيس علاقة قوية مع قطر ومع السعودية ومع الإمارات ومع الدول الأخرى في المنطقة. لذلك ننصح إخواننا العرب أن يتحركوا بالعقل السليم وبالحكمة. قطريون إخوان لهم، هم عرب وهم عرب، وكذلك هم مسلمون وكذلك هم المسلمون. لماذا هذا العداء؟ يمكن حل المشاكل عن طريق الحوار. طيب. أن يجلسوا حول طاولة المفاوضات ويتفقوا على نقاط، وكذلك يزيلوا الخلافات فيما أشكرك. نعم. يقبض الأمر التوسط من تركيا على الرأس والعين، نحن نعم واضح واضح. أشكرك جزيل الشكر دكتور أمير الله إشلر، مستشار الرئيس التركي السابق والبرلماني التركي، كنت ضيفي عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ محمد، أيضا لمحاولة للفهم، الكثير من التعليقات الآن كتابات جادة لكن لا توضح من المحرك في هذه العملية. هل ورطت السعودية من طرف مصر والإمارات كما يكتب البعض، كما يصرح بعض المسؤولين، أم أنه في النهاية السعودية ليست هينة أيضا أن تجرها الإمارات إلى مستنقع بهذا يعني بهذا العمق وبهذه الخطورة؟ كيف نفهم من الذي جر من في هذه العملية؟ هذا سؤال في منتهى الأهمية ويؤصل للأزمة بشكلها البنيوي. لماذا هذه الأزمة؟ لماذا تطورت ولماذا وصلت إلى هذه الدرجة؟ في تقديري أن هذا مرجعه في الأساس أو الإجابة الرئيسية عنه داخل المملكة العربية السعودية وليس خارجها كما يحلو للبعض أن يصور هذه الأزمة. منذ 2015 وحتى الآن ومجيء الملك سلمان وولي عهده، وهناك تخبط شديد في إدارة عدد كبير من الملفات الإقليمية لم يصادف أي منها نجاحا يذكر. هذا الأمر مرجعه في النهاية إلى أن الملك سلمان تخلى عن معظم الصلاحيات أو معظم الأعمال التي كان يقوم بها بنفسه لصالح ولي عهده، الذي يتميز كما يعني علمنا الوقت وكما قرأنا وكما اطلعنا على أنه يتصرف تصرفات ربما بها قدر كبير من الرعونة، بها قدر كبير من مخالفة ما هو ثابت من السياسات السعودية طيلة تقاليد تقاليد طويلة من عقود استقرت على فكرة أن يمكن كان يقال في السياسة الدولية على أن حركة الفيل في المملكة العربية السعودية نظرا لثقل التحركات السعودية في تغيير السياسات. هذا جزء رئيسي. أضف إلى ذلك إلى أن ما يمكن أن نطلق عليه الصراع داخل المملكة العربية السعودية وتولي ولي العهد الجديد محمد بن سلمان يعني مقاليد الأمور، كل هذا الأمر مرشح عن وجود خلافات داخل الأسرة نتيجة التحركات تجاه قطر. هناك من يرفض مثل هذه التحركات، هناك من يرفض هذه الطريقة في التصعيد، هناك من يرفض التعاطي مع الأزمة اليمنية، وبالتالي أعتقد أن الأمور داخل المملكة العربية السعودية ولي العهد محمد بن سلمان له ربما تكون سرديات بها كثير من الرعونة في التصرف منذ الملك عبد الله. نعتقد أنه حرم من أن يكون داخل البيت الأميري لفترة من الوقت نظرا لتصرفاته مع أحد القضاة، هذه وقائع ثابتة، وبالتالي هذه الطريقة في الإدارة تسببت في تصعيد مثل هذه الأزمة والتعاطي معها من خلال الـ 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 يعني السياسات الحدية وليس السياسات التقليدية التي تعمل. ماذا عن الإمارات ومصر إذن يعني؟ طبعا الإمارات ومصر تلعب دور، لكن في تقديري أن الدور الرئيسي هو داخل المملكة العربية السعودية. يأتي فيما بعد ذلك الدور الإماراتي الذي ربما فتح الأبواب لدى الإدارة الأمريكية. ما هذا الطريق لدى الإدارة الأمريكية؟ استطاع أن يخلق لدى الإدارة الأمريكية مجموعة من أو إن صح التعبير التلاعب على متطلبات الإدارة الأمريكية. الإدارة مكافحة الأمريكية الإرهاب، نعم، الحل في غزة، نعم، بعد تقديم أو تقديم العطايا والأموال والحديث والتعامل بلغة المال وبلغة المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية كان جزءا رئيسيا. أيضا الإدارة الأمريكية استطاعت أن تمارس ضغوط قوية على المملكة العربية السعودية من خلال قانون جاستا ومن خلال عدد أيضا من الوسائل التي
ضغطت المملكة العربية السعودية. أيضا المؤتمر الذي عقد في الرياض والذي حضره دونالد ترامب، اعتقدت من بعده المملكة العربية السعودية وكما قلت لك الإدارة السعودية الجديدة أنها مطلقة العنان في التصرف في الملفات الإقليمية واتخاذ قرارات حاسمة في هذا السياق، رغم أن هذا الأمر محل خطورة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت فوضت قوى إقليمية للتحرك لكنها لم تفوضها في تغيير قواعد اللعبة. جميل جميل، قضية تغيير قواعد اللعبة سأعود إليها، لكن ماذا عن الدور المصري؟ ماذا عن النظام المصري؟ بكل تأكيد النظام المصري هناك قضية حساسة مع الإدارة السعودية. الإدارة السعودية تدرك أن قدرة مصر وحيثيتها كقوة إقليمية مؤثرة، وأنا أتحدث عن القوى الناعمة والقوى الصلبة، أتحدث عن القوى العسكرية وأتحدث عن القوى الثقافية، هي محور ارتكاز وقلب هذه الأمة. أي تأثير على الوضع في مصر أو سقوطه أو اهتزازه أو أن يكون تحت ضغط قطري بأي صورة من الصور، من خلال قناة الجزيرة، من خلال بعض القنوات الأخرى، من خلال دعم عدد من العناصر المؤثرة لجماعة الإخوان المسلمين، كل هذا الأمر يؤثر على الاستقرار في مصر، وهو بالتبعية يؤثر على الاستقرار في المملكة العربية السعودية. هناك تحالف في المملكة العربية السعودية ما بين الشيخ والأمير، ما بين الإدارة آل سعود وما بين رجال الدين. أي اهتزاز لهذه العلاقة، رغم أن الإخوان المسلمين يطرحون مشروعا له علاقة بالإسلام السياسي، ولكن المملكة العربية السعودية تطرح مشروعا سلفيا آخر يعطي الأمير الحق المطلق دون أن يشاركه الناس، في حين أن المشروع الإخواني به مساحة من مشاركة الناس. سنعود إلى قضايا أخرى مرتبطة بهذه الأجواء الجيوستراتيجية الجيوسياسية وأيضا الجيواقتصادية أيضا في المنطقة، ولاعبين آخرين سنتحدث عنهم. أريد فقط أن أعود إلى وتحول إلى ملف حقوقي وملف مرتبط بالحريات وبانتهاكات للقانون الدولي تقول بها قطر أنها كانت واضحة في قرار الحصار. سؤال لك أستاذة نيفين ملك، ما هي أهم هذه الملفات أو هذه الانتهاكات للقانون الدولي للحقوق الأساسية لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا التي تشيرين إليها أو أشار إليها الكثير من القانونيين في هذا الملف؟ من البداية كانت الانتهاكات جسيمة، نفس المطالبات هي لم تخلو من يعني انتهاكات جسيمة لجملة من الحقوق الأساسية والتعهدات التي اعترفت بها الأمم جميعها منذ أكثر من 100 عام. يعني هناك مسابقة من معظم دول العالم على هذه التعهدات الدولية، وخاصة التي وردت في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومنها حرية الرأي والتعبير ومحاولة يعني فرض الهيمنة وإسكات مؤسسة إعلامية عالمية كمؤسسة الجزيرة ومثل هذه الاشتراطات، وأيضا يعني هذه التهمة الكوميدية التي وجدنا أن بعض الدول فيها يعني جرمت تهمة التعاطف مع الشعوب. ألو أستاذ نيفين. نعم أسمعك سادة نيفين. يعني عندما تجد النائب العام الإماراتي يفرض عقوبة يعني هي في النهاية عقوبة خارج نطاق المنطق والقانون بتجريم أي إنسان يتعاطف مع يعني دولة قطر ويبدي هذا التعاطف، ووضع عقوبات غير معقولة بالمرة، من سجن قد يصل إلى 15 عام ويعني 500,000 ريال، وهذه الأشياء بغرض التخويف والترويع للمواطنين الخليجيين. وأنت تعرف فعلا والجميع يعرف أن الخليج هو من حيث التكوين السكاني هم في النهاية عائلات يعني تفصلها بعض الحدود، ولكن هم كمجتمعات هي مجتمعات واحدة، وتجد الأقارب موزعين على مختلف الدول. وأيضا هذه الخروقات الجسيمة والتي يعني للأسف
حتى وإن زالت هذه الأزمة في المستقبل، ولكن مردودها على المجتمع وتماسك المجتمعات هو مردود سلبي جدا. عندما يتم تقسيم المجتمعات وعندما يتم يعني وجود حملات من التحريض والكرامية من خلال وسائل الإعلام وهي معروفة تحديدا منها العربية والسكاي نيوز، ومثل هذه الحملات من الفبركات ويعني إطلاق الكذب والشائعات، وأيضا التعاطي بما يشبه إعلام رواندا، هذا الإعلام التحريضي على المجتمعات لإعلام كراهية وتقسيم للمجتمعات، كل هذه جرائم فذة وواضحة. وأيضا يعني حقوق الطلبة القطريين في عملية التعليم، عندما يتم طرد الطلبة وعدم إكمالهم للعام الدراسي في هذه الدول إخلالا بالحق الأساسي في التعليم، وأيضا الحقوق المتعلقة بالتجارة وهذه يعني الخروقات الجسيمة للقانون الدولي ولقانون التجارة العالمي، وأيضا يعني هي في النهاية تستدعي أيضا جبر الضرر وتستدعي التعويض، ليس فقط يعني من حق المواطن القطري أو الدولة القطرية. هل يمكن أستاذة نيفين يعني هذه الملفات هل يمكن اللجوء إلى محاكم دولية لطلب أن تتحاكم هذه الدول فيما بينها تحت هذه المظلة؟ هل هناك إمكانية لذلك؟ بالفعل من حق الدولة القطرية كدولة هي في النهاية عضو في منظومة الأمم المتحدة، من حقها أن تلجأ إلى كافة السبل وكافة الطرق القانونية يعني وضع كل أنواع الشكاوى الرسمية، وخاصة أمام المقررين الخواص لهذه الانتهاكات، وتحريك أيضا شكاوى شخصية من المتضررين مباشرة من هذه الخروقات الجسيمة. لها كل الآليات الدولية ولها كامل الحق في التعويض وجبر الضرر للمتضررين. وأيضا فيما يخص اتفاقية شيكاغو بالنسبة للطيران وتعطيل خطوط الطيران العالمية، أيضا هذه خروقات واضحة تماما، ومن حق الدولة القطرية ومن حق الخطوط القطرية أن تقاضي تلك الدول وأن تحصل منهم على مبالغ طائلة للتعويض عن مثل هذه الخروقات الواضحة. أشكر جزيل الشكر للأستاذة نيفين مالك المحامية والناشطة الحقوقية على هذه المشاركة وهذا العرض، كنت ضيفتنا عبر خدمة الهاتف من الدوحة. أتحول إلى الرياض ومعي من هناك الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ورحب بك في هذه الحلقة أستاذ سليمان. محاولة فهم وتأصيل لأسباب هذه المشكلة، دور كل الأطراف في هذه الأزمة، هذا هو حديثنا اليوم، وأيضا تداعياتها، أي مرحلة نحن فيها. يعني اتفق الكثير من المحللين أنه الكلام أنه الإمارات ورطت السعودية أو مصر تلاعبت بالسعودية ربما ليس صحيحا، وأن السعودية حركت هذه الأزمة لأسباب مرتبطة بها هي كسعودية. كيف ممكن أن نفهم هذه الأسباب غير يعني أسباب حقيقية غير الذي أعلن في الإعلام وتتداوله الصحافة؟ كيف نفهم نشوء أزمة في هذه المنطقة الهادئة أصلا؟ مساء الخير لك فدريس ومساعديكم الكرام. في الواقع أنه ما يربط السعوديون والقطريون أكثر من علاقة سياسية، علاقة تاريخية وعلاقة نسب ومصاهرة ومصير واحد وثقافة واحدة، ولذلك يعني ربما يبدو بعيد أن هذه من الأزمات الغريبة في المنطقة، خاصة منطقة الشرق الأوسط. لكن الذي حصل أن هناك أزمة ثقة بدأت منذ عام 1996 عندما استلم الحكم الشيخ حمد بن خليفة ونحى والده، حصلت حقيقة كثير من المشاكل التي اتهم كل طرف فيها الآخر،
وقطر حاولت التدخل في الشؤون الداخلية السعودية عبر استقطاب الدعاة والمثقفين والإسلاميين بالذات، وكان لديها مشروع تنافس فيه المملكة العربية السعودية. وقيل نعم. انها كان دائما يعني بغض النظر عن يعني هذا التأصيل الذي جئت به أستاذ سليمان، هناك ما لديه ربما مقدمات أخرى لهذه الأزمة، لكن لنقبل يعني هذه وجهة النظر ونسأل، كانت دائما قمم مجلس التعاون الخليجي يعني أجواء لا تعبر لهذه الصدامات القطعية، يعني الصدامات التي تفرق بهذا الشكل، كانت دائما تلك القمم ربما مجالات لتصفية الأجواء. والقمم الأخيرة يعني خلال سنة كانت الخطابات ودية تجاه قطر. أعتقد ويعتقد الكثير أنه حدث شيء غير مألوف داخل هذا البيت الخليجي لا علاقة له بالماضي. يعني لا هو الذي حصل بالضبط الذي ربما يغيب عن أذهان البعض، أنه الممارسات القطرية سابقا ومن وجهة نظري أنا التحديدية كانت مغطاة من الإدارة الأمريكية السابقة، وبذلك كان يعني الاحتكاك في قطر أو الحديث معها ربما بدون جدوى. وقد حصلت مشكلة في عام 2013-2014 تجددت المشاكل بعد التغيير الذي حصل في مصر، و أصاحب الرئيس محمد حسني مبارك الذي كان صديق للسعودية، ويعني تنظر له السعودية باحترام كبير وخاصة القيادة السياسية السعودية، وكان للبلدين وجهتين نظر مختلفتين، ولكن اتضح أن الإدارة الأمريكية إدارة أوباما قد انحازت لوجهة النظر القطرية، و ظلت الإدارة القطرية الحقيقة تتمتع بالتغطية السياسية لكل أعمالها في المنطقة وبالذات ضد جيرانها، لأنها كانت تعمل على التغيير أو التثوير. وأنت تعرف أخي إدريس التثوير والتغيير في منطقة محافظة ليس فقط اجتماعيا وإنما سياسيا أيضا أمر له كثير من العواقب السلبية. نعم. ولذلك الحكومة السعودية رصدت محاولات قطرية لتجنيد بعض المثقفين وبعض الناشطين السياسيين، وهذا بالواقع كما أنه رصدت دعم قطري للمشتقين ولا أقول المعارضين. نعم. يعني مع الاحتفاظ بالرد القطري، يعني قطر نفت كل هذه التهم التي قدمت إليها. الآن هناك مرحلة تقديم الرد القطري ومهلة 48 ساعة واجتماع يوم الأربعاء، في أي مرحلة نحن يعني؟ وهل يتوقع أن يكون هناك تطور عسكري لهذه الأزمة؟ هو التطور الذي حصل خلال 24 ساعة الماضية هو قوة الدفع الأمريكية، حيث اتصل الرئيس ترامب في ثلاثة قادة من قادة المنطقة الذين تنخرط دولهم في هذا النزاع. ويبدو لي أنا كمحلل أنه حصلت اختراق ولو نسبي نحو تحريك آفاق الحل، ولكن أنا في تقديري لن يتحرك إطار الحل إذا لم يكن الرد القطري ردا شافيا كافيا، خاصة في الجوانب الأمنية، لأنه هناك اتهامات أمنية لقطر من أشقائها. نعم. وبالتأكيد أنه هذه الدول تريد ضمانات في مجال الأمن الإقليمي والأمن الوطني. نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف من الرياض. هذه وجهة نظر الكلاسيكية السعودية
لكن ارتئينا أن نبقي دائما على الرأي الآخر حتى يعني نحدث التوازن ونطرح الأسئلة بأكثر وضوح شفافية. كنت تتحدث يعني عن اللاعبين في المنطقة، ما ماذا عن إيران؟ ماذا عن دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ أين موقع هاتين الدولتين الإقليميتين في هذه الإشكالية؟ حتى نكون منصفين، نحن لا نتحدث عن صراع ما بين الخير والشر، هذا كلام ساذج ولا يصلح في السياسة. القضايا في السياسة ليست دعما للخير أو يعني صراعا ما بين الخير والشر، هو صراع مصالح في نهاية المطاف. إسرائيل احتفظت بعلاقات بشكل واضح شبه جيدة مع كل الأطراف، رغم أن قطر نجحت إلى حد بعيد في أن تحيد علاقة جيدة مع حركة حماس، وهذا كان جزء من الصياغة القطرية التي استطاعت من خلالها أن تحافظ على دعمها لحركة حماس في قطاع غزة واستمرار بقائها على قيد الحياة لفترة ما دون مواجهة مع احتفاظ دولة الاحتلال مع احتفاظ بعلاقات اجعلها نقول حتى لو لم تكن علاقات صريحة ولكنها كانت علاقات مقبولة، حتى أن قادة حماس، وهذا تاريخيا معلوم، عندما انتقلوا للوجود في قطر كان هذا الأمر بقبول ضمني أمريكي، هذا واضح ولا يوجد من يعني يقول غير ذلك. على الجانب الآخر، بالنسبة للعلاقة السعودية الإسرائيلية، إسرائيل مستفيد رئيسي من أي تصعيد لخلافات في هذه المنطقة، وهي تدفع في سبيل تصعيد أي خلاف لأنها تتبنى استراتيجية تقوم على التفكيك لهذه الكيانات. أي صراع، سواء حتى الصراع الذي تتحدث عنه، هنا ندمج إيران في المعادلة، حتى الصراع الذي تسعى إسرائيل إلى إزكائه وهو صراع شيعي سني، يتناقض إلى حد بعيد مع الدور الذي لعبته قطر. وهذا يجب أن يذكر تاريخيا، أن قطر في لحظة من اللحظات عندما كانت هناك مواجهة مباشرة ما بين حزب الله كمقاومة في لبنان وما بين إسرائيل، كانت داعم مباشر لحزب الله باعتبار أن القضية ليست قضية طائفية في هذا السياق. ربما هنا تظهر المفارقة ما بين السياسة السعودية التي تقوم في نهاية المطاف على فكرة تأجيج الصراع، وكما قلت لك هناك داخل البيت السعودي من يرفض فكرة الصدام مع إيران على أرضية صراع شيعي سني. وبالتالي أعتقد أنه النجاح الذي حققته قطر في هذا السياق كان مهما إلى حد ما في أنه يحفظ إلى حد ما قدر من التوازن. ربما انحرف في السنوات الأخيرة نتيجة بروز هذا الصراع بشكل أكثر وضوحا في الملف السوري، ولكنها احتفظت حتى هذه اللحظة قطر بعلاقات شبه معتدلة، سواء كانت مع حزب الله أو سواء كانت من خلال حقل الغاز المشترك مع الإيرانيين. هل الدور التركي كان رادعا، تدخل كان كردع، أم أنه ربما يعني وطر الأزمة قليلا أو زادها اشتعالا؟ لا أعتقد أنه زاد الأزمة اشتعالا، لأني كما قلت لك في تقديري أن الاشتعال الحقيقي لهذه الأزمة يعود إلى الرعونة في التصرفات التي تأتي من المملكة العربية السعودية، إلى عدم تدارك العواقب السياسية الوخيمة لمثل هذه التصرفات السياسية التي تشكل انحراف رئيسي عن مسارات طويلة ترسخت عبر عقود من السياسات. أعتقد أن هذا هو الذي يدفع إلى هذا الأمر. الدور التركي هو دور ربما كان ردا على أداء سعودي. هناك صراع بطبيعة الحال ما بين الإسلام السياسي الذي يمثله النموذج التركي الذي أخذ من العلمانية قدر ما وما بين النموذج السعودي. الآن هل الدور الأمريكي يعني كسؤال أخير هو تارك للأمور لأن تصل إلى مرحلة معينة باعتبار أنه أمريكا فقط وحدها تستطيع أن توقف هذه الأزمة الآن إذا أرادت يعني بأمر؟ وما دام هذا لم يحدث، هناك من يقول بأن أمريكا ربما تريد أن تصل الأزمة إلى حد معين لكي تفرض رؤية معينة لخريطة المنطقة. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لديها هذه الاستراتيجية الواضحة. التضارب داخل الإدارة الأمريكية لا ينبئ
التضارب ما بين البيت الأبيض بسياساته وما بين الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يصل بنا إلى حالة التحليل التي تقول أن هناك استراتيجية أمريكية بعيدة المدى تستهدف الوصول بالصراع إلى حافة الإيدج، يعني حافة الصراع، فبالتالي تفرض هي تصوراتها. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو البيت الأبيض بشكل خاص يتبنى استراتيجية واحدة ووحيدة تقوم على فكرة ابتزاز الأطراف الإقليمية دون أن يكون هناك تصور كامل. وأعتقد أن الأوروبيين استشعروا خطر هذه السياسات في الوقت الراهن، وغدا ستبدأ مشاورات جديدة ووساطة ربما تكون جديدة من قبل ألمانيا وبعض الأطراف الأوروبية. تتوقع دور أوروبي؟ أتوقع دور ليس من مصلحة أوروبا أن تنفجر المنطقة بطبيعة الحال، وسيكون أكثر التزاما وأكثر احتراما لأطراف الصراع من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لك مدفوعة بمصالح اقتصادية ضيقة دون أن تدرك الأبعاد السياسية لهذه الأزمة. زوايا أخرى سنناقشها في حلقات أخرى إن شاء الله من هذا البرنامج. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد أبو العينين على هذه المشاركة معي في هذه الحلقة. مشاهدي الأعزاء، إذن هذه بعض المحاور، سنستمر في قناة المغاربية في تتبع آخر تطورات هذه الأزمة بشكل مكثف عن طريق زيادة في وقت التغطية لهذه الأزمة مع ضيوف آخرين هنا في الاستوديو أيضا من المنطقة المغاربية ومنطقة الشرق الأوسط، لكي نفهم حقيقة أسباب هذه الأزمة، أين وصلت وتداعياتها على المنطقة، مآلاتها ودور كل الأطراف الإقليمية والدولية فيها. انتهى الحلقة اليوم، ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برامج المغاربية. لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.